اهلا وسهلا بالساده المشاهدين وحلقه خاصه جدا من برنامجكم اللي بتحبوه شيف ونص. النهارده بنعمل اكلات عربيه اصيله. اولا قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا بنقدم اسفنا وتعزينا لكل الشهداء اللي ونواسي اسرهم كمان. ومصر كبيره، ومصر في عيون العالم كبيره، وكل وقت في كل لحظه بنسبك العالم كده وثبتنا ده والحمد لله. شفت لما بنسمع كلام الكبير ايه اللي بيحصل؟ خلونا مع الكبير، والله العظيم طول ما احنا مع الكبير احنا كسبانين ان شاء الله. مقولة الشيف المغازي دايما نسمع كلام الكبير، هو ده سمع كلام الكبير. حلو، مش هقول اكتر من كده، وده باين للعالم كله. خلونا في الاوزي النهارده، الاوزي باللحم الضاني بالبسله بالبطاطس مع الرز. الشيف المغازي النهارده هيعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه، ونقدر ان احنا ناكله في البيت عندنا، ممكن ناكله في البر. احنا هنعمله النهارده في البيت واحنا قاعدين بنشاهد شاشه النايل لايف. هنعمل الاوزي بالخضار والبطاطس مع البيض بطريقه مختصره جدا، ونعمل العجينه بتاعتنا. وايه بدائل العجينه اللي احنا ممكن نعمل بها الاوزي؟ هل ممكن نعملها بالعيش الشامي او بالعيش المرجوج او بالعجينه اللي انا هعملها؟ دي بدائل لو انت مش عايز تعمل العجينه في البيت هنعمله بالخبز. ومعانا كمان سلطه، السلطه ديت مهمه جدا على سفرتنا ومفيدة جدا ولعلاج الامساك ومفيدة جدا في ايام البرد، سلطة الخس بالزبادي. الزبادي اللي هو اللبن نقدر نعمل به سلطة الخس ازاي، والنعناع الاخضر اوعى وشك. تعالوا مع بعض نشوف مقادير الاوزي على الشاشة مع بعض. اوزي بالخضار والبيض هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ونشوف ازاي هنعمله وندخله الفرن يستوي مع حبة البركة عشان البركة تجينا ان شاء الله. الاوزي بالخضار عندنا 2 كوب من الدقيق للعجينة، رشة ملح ورشة سكر، مية وحبة البركة وبيضة. الله، ده كل دي مقادير. حلو الكلام. رز لوزي باللحم والبيض، معانا 2 كوب من الدقيق، رشة ملح ورشة سكر للعجينة، حبة البركة وبيضة ومية. الحشو عبارة عن لحم مفروم، 2 كوب رز بسمتي، دول مهمين جدا. معانا كمان بيض مسلوق، ومعانا بسلة، ومعانا بطاطس، وما ننساش طبعا زعفران وكمون وهيل وقرفة وملح وفلفل. هقول المقادير كمان مرة بسرعة علشان حضراتكم تركزوا فيها شوية. المقادير على الشاشة بسيطة جدا ومتواجدة عندنا في المطبخ. معانا 2 كوب من الدقيق، رشة ملح ورشة سكر مهمين جدا، وحبة البركة وبيضة. طبعا مقادير الحشو لحمة مفرومة وبسلة مع بيض وبطاطس وزعفران ورز بسمتي. انا هعمل دلوقتي الاوزي بطريقه سهله وبسيطه، ونبدا الاول ببصلايه تتحمر مع شويه زيت زيتون. ادي زيت الزيتون على النار، معاهم معلقه سمنه علشان السمنه ما تتحرقش. هنبدا نعصج اللحمه. وقوانين تعصيج اللحمه، لها قوانين. اللحمه لما اعصجها واعملها مع الرز لازم اللحم ده ما يحمرش قوي، لازم اللحم ده يكون نص سوا، عكس بان انا بحمر اللحمه لحشوه مثلا لسمبوسه، او ان انا احشي فطيره او خلافه، او ان انا احطها على وش بيتزا. طالما انا هستخدم معاها الرز فمهم جدا ان اللحم يكون ني. احمر البصله كده مع فص ثوم حلو قوي، تمام، تحميره تمام. الله اهوت، بصلايه تتحمر، والبصلايه بتتحمر بحط البهارات العربية. ايه هي البهارات العربية يا ابو الشيف؟ قرفة ناعمة، جنزبيل بودر، فلفل اسود، حبهان ناعم، ومعانا المسمار الناعم. الله، ادي الجنزبيل، وادي الفلفل الاسود، وادي الهيل الناعم، قرفة ناعمة، مسمار، معانا كمان المفاجأة، هناخد واحدة لومي من دول. اوعى وشك، اوعى وشك، زي ما هي، هنزل بها فين؟ في قلب الطاسة، زي ما هي كده. شفتوا بقى الشغل ده؟ شغل عالي قوي. حلو الكلام. ما ننساش طبعا عودين قرفه في قلب الحشو، احنا هنحطهم هنا كده زي الفل. ادي التحميره كلها مع البصله كده زي الفل اهوت. هو ده التست وده الطعم اهوت. من بين اصابع ايدك بصلايه، فص ثوم، معاهم قرفه، معاهم جنزبيل بودر، معاهم لومي، معاهم ملح وفلفل اسود اهوت. الله على البصله والتومه لما تحمروا مع بعض. ننزل باللحمه المفرومه. الله، خطوة خطوة. أنا عارف إن أنتوا شطار بتعملوا كل حاجة، ولكن معلومة غير معلومة أنا بقولها وأنا بعمل الأكلة، ده الأهم طبعا، ده مهم جدا. أهو الله 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 الله، أهو
الحاجة هدى. ايوه يا شيخ، السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاجة هدى؟ نعمين. نعم يا حاجة هدى. ترجع لنا تاني الحاجة هدى. عندنا الرز البسمتي. في سؤال في غايه الاهميه دلوقتي تقريبا الحاجه هدى كانت تساله. مظبوط، الكنترول بيقول لي هل ينفع نعمل الاوز برز مصري؟ لازم بسمتي يا شيف؟ مش هيقول لا، ما مصر ام الدنيا، ممكن تعمل اي حاجه، فاحنا ممكن نستخدم الرز البسمتي بدل الرز المصري بدل الرز البسمتي عادي خالص. هننزل بالرز البسمتي اهوت زي الفل، ولا احنا مستخدمين الرز البسمتي عشان الاكله دي شاميه طبعا ومشهوره جدا في الخليج. اهوت زي الفل، الله عليك يا ابو الشيف. تمام، امتى البيض هنا هيتحط وامتى البسله؟ حالا دلوقتي هنقول كل ده مع بعض. ادي اللحم المفروم، حلو. تمام، طبعا البهارات انا حطيتها من البدايه، خلوا بالكم البهارات انا ايه حطيتها من البدايه. زي الفل يا ابو الشيف، كل دول يتقلبوا مع بعض. الله، تعالوا بقى نحط الايه بقيه الاغراض بتاعتنا. احنا هنا ممكن نحط صنوبر مفيش مشكله، ممكن نحط لوز متحمر مفيش مشكله. ايوه يا حاجه هدى. ايوه، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. انا عايز معلك اسالك على حاجه، مش عايز اقول حلال ولا حرام. الجبنه الموتزاريلا في ناس بتقول عليها من بين الخنزير، هل من بين الخنزير او لا؟ والسؤال الثاني عايز اعرف طريقه عمل شوربه الجرجير، شوربه الخضار شوربه الجرجير. انا مش استاذه دينا، قولي لي. نعم يا استاذ. لا ما فيهاش، لا جبنه الموزاريلا فيها دهن خنزير؟ لا ما فيهاش يا امي، جبنه الموزاريلا خاليه من الحاجات ديت، ممكن موجوده بره ولكن موجودة في مصر هنا في رقابة جديدة ما فيهاش لا خالص لحم خنزير ولا دهن خنزير. ايه تاني السؤال؟ شوربة الجرجير، عينيا الجرجير عملناه شوربة بالفعل. شوربة الجرجير هنجيب الجرجير كويس ننقيه ونغسله كويس قبل التقطيع، وما نجيبش الجرجيرة الصفراء ولا المخرمة، نفرمه ناعم. عندنا حلة على النار فيها فصين من الثوم، فيها بصلاية يتحمروا كويس علشان تحميرة البصلة مع التوم هتدينا قوام للشوربة زي التست عالي. فنحمر البصل والتوم هنا يكون لون بني شوية فاتح، ننزل بالجرجير تحميرة تمام. عايزينها شوربة الجرجير بالكريمة ولا بالطماطم؟ حسب ما تحبوا. بالكريمة هنضربها في الخلاط مع شوية مية تاخد غلوة على النار مع الكريمة اللباني. عايزينها بالطماطم بنستغنى عن المية خالص، بننزل بعصير الطماطم على الجرجير ياخد غلوة والتانية والتالتة، نضربها في الخلاط زي شوربة السبانخ او على وشك. نقدر نقدمها مع توست متحمر او مع نوع من انواع الجبنة زي ما احنا عايزين مفيش اي مشكلة، او مع خبز محمص توست محمص سيان زي ما احنا عايزين. انا عندي هنا الرز مع اللحم المفروم زي الفل تمام. هنزل بالبسلة، البيض مش وقته خالص، البيض هيتحط بعد ما يبرد الرز. هنزل بالبسلة، وعند البطاطس بتاعتنا الجميلة هبدأ ان انا اقطعها مكعبات صغيرة كده وانزلها في قلب الايه الرز ده، مهم جدا. وتأدي البطاطس بعد ما قشرناها كويس، ممكن نقشر بطاطس او ممكن نحط بطاطس متقطعة كريهات مفيش مشكلة، ولكن حبيتها تكون متقشرة قصدي مسلوعة بقشرتها عشان تبقى طرية مع الرز كده وتبقى جميلة جدا. حلو الكلام، حلو الكلام. هنقلب دول كده مع بعض. الله، حلو قوي. ادي البسله مع اللحم مع الرز تمام يا ابو الشيف، ننساش شويه الملح التمام، نحط الميه بتاعتنا. الله، حلو الكلام. طبعا الرز البسمتي ممنوع هنا، وعندي البسله وعندي اللحمه المفرومه، فكنترول على الميه شويه علشان الرز يكون مفلفل، لان الاوزي لازم تبقى حبات الرز مفلفله. حد بيقول لي دلوقتي يا شيف احمد اسمه اوزي ليه؟ والسؤال ده في غايه الاهميه، نحب نجاوب عليه دلوقتي ولا بعد الفاصل يا استاذه دينا؟ نجاوب عليه. حاضر يا استاذ معانا؟ طيب حلو الكلام. اوزي
ليه سموه اوزي؟ الاوزي بيطلق على الحاجة الصغيرة، خروف صغير، معزة صغيرة، جدي صغير، بقرة صغيرة، اوزي حاجة صغيرة. حلو الكلام؟ حلو الكلام. احنا نجيب الاوزي في البر بقى، الاكل ده بيحصل في البر في الخليج. كان الاربع والخميس كنت على طول انا اعمله في البر، تعرفين انا عشت فترة طويلة في السعودية. نجيب الاوزي ده بيندبح اللي هو الخروف الصغير، ويتعمل برميل وفيه الرز وفيه البهارات اللي هو اللومي والبهارات العربية، ويتحط له عيار من المية، والاوزي ده يتحط على السيخ كده ويتلف في الاوزي، يتشوي، ينزل زي المندي، ينزل البهريز بتاع الاوزي ده على وش الرز يسويه تمام، والرز يستوى زي الفل. ويتاخد الخروف ده بعد كده بعد البهريز بتاعه، الرز يتغرف في صينية كبيرة سرفيس كبير كده، كمية الرز البسماتي الكبيرة معاها الزبيب ومعاها طبعا الليمون والفلفل، والخروف الاوزي الصغير ده يتحط على وش الرز زي ما هو سليم، كأنه قاعد سليم، بركته هو سليم. ونجيب عجينة زي اللي عجينة دلوقتي عبارة عن دقيق ومية وملح، عجينة الفطير المشلتت او عجينة الرقاق، يتجاب العجينة ديت تتحط على وش، تتفرد كويس، تتحط على وش الاوزي ده كده، وتتغطى، يتغطى الفروق الخروف مع الرز، ونجيب بيض نرجه كويس مع شوية بهارات، ويتحط على وش العجينة مع حبة البركة دي اضافة الشيف، والصينية دي تخش فرن كبير، يطلع من الفرن الخروف مستوي والعجينة محمرة زي الفل، الخروف تحت منها تمام، والرز تحت منها، تبقى صينية كبيرة. يجي العمدة ويجي الكبير بتاع القعدة، الكبير بتاع القعدة هو اول واحد يمد ايده في قلب الصينية، يبدأ يفتح ويشيف الخروف الأوزي الصغير، وده طبعا بيتعمل تقديرا واحتراما للكبير اللي جاي الضيف بتاعنا، يقعد على الصينية الكبيرة ويلاقي الأوزي بتاعه زي الفل. عرفنا طريقة طبعا عمل الأوزي الجميلة، شفناها مع بعض، عندنا الرز بالبسلة، وعرفنا ليه سمناه أوزي. هنا البطائق، الرز مع البسلة مع اللحمة المفرومة. نعمين يا أم محمد، ازيك؟ ألو أم محمد. ايوه ايوه يا ست الكل، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تسلم ايديك، الله يسلمك يا ام محمد، ربنا يخليك، امين يا رب. احنا من عز شهدائنا طبعا، كلنا من عز الشهداء مصر كلها، ربنا يخليك، ربنا يا يرحمهم يا ام، انت اكلك ليه تكه وطعم تاني بشكل تاني، ربنا يكرمك، اكلك ليه شكه وطعم تاني، تسلم ايديك، ربنا يرحمهم يا ام، والحمد لله خدنا فطرنا الكبير، خد بطارنا كنافة من ايدك الحلوة، الله يفطرها معك. اموريني تسلم ايديك، تسلم ايديك يا اموريني، ربنا يخليك، الله يخليك، صوابعك من ذهب، صوابع من ذهب، الله يبارك، صوابع من ذهب، الله يفطرها معك. سؤالك يا ام، طعم جميل، الله يبارك لك، شكلك اموريني جميل، الله يسلمك، الله يسلمك، تسلم ايديك اموريني، تحت امرك، واشكرك يا ست الكل، والله الكلام الحلو. انا قلت فاتوره، الفاتوره بتاعتنا الكلمه الحلوه. شايفين ان العجينه بتاعتنا طبعا حطيت رشه ملح ورشه سكر، هعمل عجينه دلوقتي حلوه قوي للاوزي بتاعتنا. دي العجينه اللي انا بقول عليها، هنعجنها دلوقتي بطريقه سهله بسيطه خالص، والعجينه دي هخليها على جنب، مش هحط لها خميره ولا اي حاجه، ما ينفعش نحط على العجينه بتاعت الاوزي خميره خالص. اهوت عجينه بسيطه خالص، بنعجنها بايدينا كده واحنا واقفين من غير خلاطه ولا اي حاجه خالص، اهو كاننا بنعمل فطير مشلتت طبعا بس من غير زيت. زي الفل. ادي العجينه تمام، رشه ملح ورشه سكر، واعمل عجينه كده سريعه. العجينه دي طبعا هعملها للوزي، فكر انك تجيب عجينه من عند الخباز اللي على الناصيه، او انك انت بدايل بقى للموضوع، العيش الشامي بتاعنا اللي احنا عارفينه بنجيبه كده طري ونرشه ميه بالبخاخه بتاعت ميه اللي عندك في المطبخ، حلو الكلام. او ان احنا بنجيب العيش البر وعيش خبز الشراك اللي موجود، نجيب الخبزه اللي هي لونها ابيض اللي هي طريه بتبقى حلوه قوي على فكره، ونجيبها بديل للعجينه دي كده تبقى حلوه قوي. انا حطيت شويه زيت طبعا عشان تخلي العجينه تمط معايا، وبجيبها بستفيد بيها برضو، بحطها كده في بولة صغيرة زي دي كده او ديت، بحطها بالمقلوب وحط كمية الاوزي فيها اللي هو الرز مع البطاطس مع البيض مع البسلة، بعد ما يبرد كويس واقفلها واقلبها تاني في صينية، واحط على وشها صفار بيضة طبعا بعد ما اقلبه كويس، واحط لها حبة البركة وادخلها الفرن. شايفين العجينة بتاعتنا لمت نفسها ازاي وبقت زي الفل تمام. مدام نادية ازاي؟
مساء الخير يا شيف احمد. يا مساء الورد. تسلم ايديك على كل حاجه بتعملها. الله يبارك لك. منور الشاشه الحقيقه. الله يسترها معاكي. كنت عايز اعرف حاجه بس. اتفضلي. البصل بتاع الكشري اللي هو المقرمش المحمر ده بيعجن معايا ما بينشفش. بيعجن. عايز اعرف ازاي اخليه يبقى ناشف كده ومفرفش كده. مش انت لوحدك، ما تقلقيش، البصل بيعجن في الزيت وهو بيتقلي. مظبوط؟ ايوه. حلو. البصل يا ست الكل هتقطعيه شرايح. بعد ما تقطعيه شرايح عشان ما يعجنش منك حطي له معلقتين دقيق مع معلقه كركم او كاري. قبل ما احطه في الزيت. قبل ما تحطيه في الزيت. حلو؟ حلو. قلبيه كويس بقى مع الكاري او الكركم وشويه بهارات حلوين. ايوه. وتيجي بقى مسخنه الزيت كويس. بعد ما تسخني الزيت تماما تحطيه. أيوة. في علبه الزيت يتقلي. أيوة. وانت بتاول ما تحطيه لازم تقلبيه كويس. ايوه. عشان تفكيه من بعض، لان العجينه في البصل عليه دقيق. حلو. دي مهمه جدا. طب حضرتك هو قطعه جوانح ولا قطعه ايه؟ جوانح يا امي، شرايح. شرايح. شايفين العجينه ازاي؟ ادي العجينه خالص اهي، خدت مقاديرها، لازم اعجنها كويس وهخليها واقطعها دلوقتي على قد البوله. هبدا استعين ببوله زي دي كده، او البولات دي كده صغيرة، او طبق خالص صغير، واعمل كذا واحدة مع بعض عشان اوزع الجيران والحبايب. نطلع فاصل؟ عينيا الاثنين. نسمع كلام الكبير، وشفنا لما الشيف دايما نقول نسمع كلام الكبير، الكبير بيعمل لنا بيحمينا. نسمع كلامه، نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف مع بعض الاوزي النهاردة بالبيض مع بعض والخضار. معنا سلطة جميلة جدا النهاردة، سلطة الخس بالزبادي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. حطيناه طبعا في كسرولة تانية خالص عشان يبرد، يعني انا استخدام للرز بهيكله تاني. اللي انا بعمله ده، الشغل ده غير الشغل الكبير اللي بيحصل في البر، عشان نعرف يعني ايه الاوزي. فانا بعمله في البيت في الشقة. الشقة ده المطبخ، احنا تقريبا بنتحرك في 3 متر او 2 متر في 2 متر، وتلاقوا مطبخ متر في متر. فانا بعمل اكلة دلوقتي بعملها في بر، مساحة كبيرة وصحراء. فانا بعمله في البيت اهوت. ادي الرز اتعمل بالبسلة، شايفين ايه الاضافات بتاعتك يا ابو الشيف؟ معانا زعفران، ومعانا بيض، ومعانا بطاطس. حلو الكلام. حلو الكلام. الزعفران بتاعي هنا بحط فيه شويه ميه صغيرين، او ممكن ميه زهر بس كده، تمام زي الفل. وبقلب دول كده هنا، وادي الزعفران في قلب الرز. حلو الكلام. تمام اهوت. هي الفكره كلها، انا عايز حبايه صفراء وحبايه بيضه كده تبقى في قلب الرز. حلو الكلام. طبعا معانا النهارده اكل فيه دسامه، وبنجمع ما بين بروتين نباتي وبروتين اتنين بروتين في اكله واحده. معانا طبعا الدكتوره ريهام صفوت، اخصائيه التغذيه العلاجيه والسمنه. دكتوره ريهام، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. الكل في سؤال في غايه الاهميه النهارده. اولا عايزين نعرف القيمه الغذائيه والفوائد الغذائيه للاكل بتاعنا النهارده. ايوه اتفضل. طيب احنا بنتكلم على سلطه الزبادي مثلا، الزبادي والخس. والخس. طبعا احنا لو احنا استخدمنا الزبادي لو هو خالي الدسم، غير الزبادي طبعا كامل الدسم. لو احنا قلنا ان كوبايه الزبادي الخالي الدسم هيبقى فيها حوالي من 39 ل 50 سعر حراري. لو احنا استخدمنا كامل الدسم هيبقى فيها حوالي من 100 ل 110 سعر حراري. طبعا الخس من الحاجات اللي سعراتها الحراريه قليله قوي. الكوبايه فيها حوالي 15 سعر حراري. عشان كده دايما حتى بتسمع انه الدكاتره بتوع الدايت بينصحوا ان احنا ناكل خس بكميات كبيره في الاوقات بتاعه الجوع، لانه كمان في نسبه الياف عاليه قوي. ما بين يعني تدينا ممكن الكوبايه الواحده حوالي 25 ل 30 جرام في اليوم، وده المطلوب. يعني دي الحصص بتاعتنا المطلوبه. دكتورة ريهام، لكن طبعا احنا عاملين في وجبه ثانيه كده دسمه جدا، ويعني ننصح بيها طبعا كل حاجه وبالهنا والشفا، بس لازم طبعا الكميات بتاعتنا تكون قليله. دكتوره ريهام، احنا عايزين بقدر الامكان نبسط الموضوع للساده المشاهدين، وبعض المشاهدين الاغلبيه مش بيحبوا موضوع الارقام ده. احنا عايزين يعني الارقام انه ده 50، والواحد بيبقى قاعد على السفره والجوع بيقولوا الجوع قاتل. يعني الواحد بيبقى وقت بيبقى جعان بياكل اي حاجه.
وده شيء طبيعي. فعايزين ناخد الموضوع كده، القيمة الغذائية والفايدة الغذائية للأكلة بالفعل في الوقت اللي احنا بناكل فيه. الزبادي مع الخس. طبعا احنا الزبادي مع الخس مش هنقول عليها وجبة متكاملة طبعا. هي مش وجبة متكاملة، هي تبعة يعني. لكن بالضبط، لكن احنا هنقول انه الخس فيه كمية فيتامينات طيبة، فيتامين اي، في فيتامين اي، في الياف زي ما قلنا، ودي حاجه مهمه جدا. الزبادي طبعا فيه نسبه كالسيوم، ودي حاجه مهمه جدا خصوصا للناس كبار السن او اللي بيعانوا من هشاشه في العظم. الزبادي كمان فيه خمائر طبيعيه فبتساعد على هضم سليم. ففي ناس كتير قوي من الاكل الدسم برضو بيحصل تلبك معوي، فبنلاقي انه الزبادي من الحاجات اللي ممكن تريح. احنا طبعا لو قلنا احنا عايزين طبق متكامل في الاكل بتاعنا، لازم يكون فيه جزء نشويات، وده جزء صغير من 3-6 معالق رز او مكرونة او بطاطس او العيش البلدي، يفضل طبعا العيش البلدي او التوست البني. لازم يكون فيه بروتين بنسبة مثلا هنقول قد حجم، يعني احنا بنتكلم على اوزان مختلفة، او بنتكلم بالتقريب بنقول انه قطعة البروتين بتكون قد حجم نص كف، اللي هو الكف من غير صوابع. وطبعا ما تكونش سميكة قوي، وطبعا برضو نراعي ان احنا لا نشوي قوي، يعني ما تجمدش قوي، ولا نخليها اللي هي نية او اللي هو الميديوم ويل زي ما احنا بنقول، ده اقصى حاجة. ولازم يبقى تلتين الطبق عبارة عن خضار. لازم يبقى خضار فيها. بناخد الفاكهة دي بعد ساعتين من الاكل بتاعها. غير مستحب طبعا اكل سكريات او حاجات حلوه بعد الاكل مباشره، لانه ده بيساعد على تخزين الدهون بصوره اكبر. كويس، لازم تبقى كويس قوي من النقطه دي. طبعا الفاكهه بناخد ثمره او ثمرتين، بناخد حوالي 4 في خلال اليوم، بس مش مره واحده، بنوزعهم على مدار اليوم. كويس. طيب حضرتك بتنصحي وجبه العشاء بالليل، وجبه العشاء يعني واحد بيتعشى مثلا بيرجع من البيت متاخر الشغل، وحضرتك عارفه ظروف الحياه، اللي الواحد ياكل السلطات مثلا، اي نوع من انواع السلطات، ولا يفضل السلطات الورقيه زي الخس زي الجرجير زي السبانخ افيد بكتير من الخس، الخضره اللي هي مثلا خيار طماطم الحاجات دي كلها؟ بص احنا طبعا احنا بالليل بنفضل، وخصوصا للناس اللي عندها بيجي لها ارتجاع او بيجي لها حموضه بالليل، ان احنا يكون الاكل قبل النوم بساعتين او ثلاثه على الاقل. طيب احنا راجعين من الشغل ومضطرين ان احنا ناكل، فما ينفعش تبقى الوجبه الرئيسيه، على قد ما نقدر نقلل الدسامه بتاعت الوجبه دي عشان نعرف ننام بالليل، لانه ساعتين حتى مش هيبقوا كفايه لو هي وجبه دسمه. بفضل انها تبقى سلطات فيها نسبه بروتين، ممكن تكون تونه مثلا متصفيه، او ممكن تكون بيض مسلوق، او ممكن تكون جبن، او ونقلل قوي من المعجنات بقى والبيتزا والحاجات اللي هي ممكن ناس كتير قوي تاكلها بالليل من باب التسليه. والله الاطفال بياكلوا، ربنا يديهم الصحه يعني. الاطفال كده تمام. بنتكلم على اللي بيعاني من الحموضه مثلا او ارتجاع مريء. بالظبط. والناس كمان اللي عندها ضربات قلب، او الناس اللي بيجي لها ارق، كل الكلام ده، او الناس اللي عندها مشكله في القولون بتاعها، كل الكلام ده بيأثر عليها فتره بالليل، لانه الوظائف الحيويه بتاعت الجسم بتقل جدا بالليل عن الصبح. فدي حاجه لازم نكون عارفينها. كويس. بفضل طبعا برضو الفاكهه، وجبه الفاكهه مع الزبادي دي من الحاجات الكويسه جدا. والزبادي كمان في دراسات معموله انه نسبه الكالسيوم اللي فيه بتساعد في الحرق على مدار الليل. يعني احنا برضو لو عايزين نخلي الحرق بتاعنا كويس، فاحنا ممكن ناخد حاجه فيها كالسيوم، كوبايه زبادي او كوبايه لبن، ده ممكن يساعدنا ان احنا نحرق. كويس. لكن انا ما بفضلش طبعا، ممنوع تماما سواء المشروبات الغازيه او كمان الحلويات او السكريات بالليل، لانه للاسف الدهون دي بتتجمع في محيط البطن والارض. ده مهم جدا. طبعا. دكتوره ريام انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. ميرسي لحضرتك. شكرا جزيلا. بشكر الدكتوره ريهام طبعا استشاريه التغذيه العلاجيه والسن. شايفين طبعا العجينه اللي انا بعملها دلوقتي، العجينه دي على صغير بقى، شوف بنمطها ازاي، شويه واقفل العجينه كده من هنا، طبعا الزوايد بقطعها كده بس كده عشان مش عايز عجينه كتير اهوت. الموضوع لذيذ وحلو. ازاي هنعمل كميه بقى نكفي الجيران والحبايب والضيوف بتوعنا كمان؟ شايفين الجو ازاي اهوت؟ تمام طبعا، تمام زي الفل. عندي صينيه تخش الفرن، كل اللي انا هعملها هنا هرش فيها شويه زيت صغيرين او شويه سمنه سيان، يا اما زيت زيتون، يا اما طبعا الخروف بيبقى هنا بقى كبير، اتحط في صينيه كبيره زي ما قلت في البدايه،
ونغطي الصينيه ديت، نحط الرز بعدين الخروف. الله عليك يا ابو الشيف. تمام اهوت عند البيض، صفار بيضه بات هنا كده بيها. طبعا شايفين وانا معايا الدكتوره ريهام، حطيت شويه حاجات على صفار البيضه، حطيت شويه بابريكا وشويه فلفل. حلو الكلام. هنا بقى التغيير ايه هو يا ابو الشيف؟ حابه تحط حبه البركه ماشي، شويه كمون سليم ماشي، كمون السليم الحلو ده حلو قوي على المعجنات، حبه البركه. شايفين الجو ده كده اهو. اساتذه المصورين حبايب ابو خليل، انت عارف انا بحبك ابو خليل اهو. تمام اهو حلو الكلام. تعال نعمل كام مع بعض بقى، نعمل لنا ايه كميه بقى. حلو الكلام اهو. شويه دقيق، فين الدقيق يا ابو الشيف اهوت، ونفرد دي كده مع بعض. يلا كده اهيت. العجينه لازم تكون رقيقه، خلوا بالكم اهو. اول واحده عملتها، هنعمل مع بعض شويه كده واحنا شغالين. الفرن درجه حرارته كام؟ 120 او 100. معانا اتصال الحاجه زينب. ايوه يا شيف احمد. ايوه يا حاجه زينب، اهلا وسهلا. الله يبارك لك يا رب، تسلم. الله يبارك لك، اتفضلي. الله يخليك. انا هقول لك الاسئله وقول لي اه او لا على طول عشان انا اسالك وما اضيعش وقتكم. لا انا تحت امرك، امريني. الله يخليك، اتفضلي. بص في البيتزا الياباني، فاكر البيتزا الياباني اللي انت عملتها اوكو نو يون باكو ولا معرفش ايه كده؟ ها؟ اه فاكرها؟ آه. انت قلت نص كوبايه نشا زائد كوبايه دقيق ابيض. اه ممكن قلت بقى بدل نشا حط دقيق اسمر، صح؟ لا ما قلت، ما جبتش السيره دي الاسمر خالص. قلت اليابانيين مش بياكلوا دقيق اسمر. طب بدل النشا ممكن احط دقيق ذره؟ لا برضه يعني لازم النشا هيخليها كريسبي شويه، يعني لازم نشا. النشا اه. طيب السؤال الثاني بسرعه، الخرشوف ماله؟ الخرشوف لما قطعته وعملت القعده بتاعته بس، الورق دوت بنرميه كله ولا لا حته طريه نخليها؟ يا حسين جيب لنا خرشوف بكره عشان نعمله. لا لازم بجد، سالت سؤال في غايه الاهميه يا حاجه زينب، انا معاكي. طب نرمي الورق ولا نرميه؟ الخرشوف عند الراجل الفكهاني بنجيب الخرشوفيه كلها زي ما هي. ايوه. وبنجيب ميه مغليه على النار فيها سلايز ليمون وشويه ملح وشويه خل. ماشي. الليمون والخل عشان قتل الجراثيم الصغيره، والملح عشان يخلي الخرشوف اخضر. طب ماشي. الميه تغلي. اسمعني. أيوة. للاخر يا حاجه زينب. ايوه. الميه تغلي. ننزل بالخرشوف في قلب الميه. ماشي. الخرشوفيه هنا بلونها اخضر. ماشي. المهم جدا وانا بسلق الخضار اللي لونه اخضر يتنزل في ميه مغليه. طيب هنشيل الخرشوف من قلب الميه، نكون مجهزين كسرولة او بوله كبيره تبقى اكبر من ديك تقريبا، فيها ميه ساعة. ايوه. ننزل بالخرشوف في الميه الساعة. ماشي. هنلاقي لونه اخضر وبقى احلى. طيب ناخد الخرشوفيه من الميه الساعة نحطها في طبق كده زي ما هي من عند الفكهانه ومن عند بتاع الخضار. هنعمل صلصه في الخلاط عباره عن ليمون وزيت زيتون ومستردة وملح. انا اهم حاجه الورق دوت اقطعه واستعمله؟ لو صبر القاتل على المقتول. طيب. هيتقتل يا امي. طيب اسمعيني يا امي، انا خدامك والله العظيم. طيب كل المشاهدين. ماشي. عملنا الخرشوفيه، بنجيب الخرشوفه دي نقطع ورقه ورقه ننزل بقى في قلب الصلصه وناكلها. ماشي. ما نرموهوش. حلو جميل. بس خلاص انت كده رميتيه ما رميتهوش، لان في بواخره الورقه ديت قطعة طرية جدا، دي مفيدة جدا. أيوة أنا قصدي هي دي يا أمي، هي دي. طب الخرشوفية تنزلها في قلب الصلصة وتاكليها. طب في الآخر الآخر هيظهر لك الكعب بتاع الخرشوفية. أيوة. هنشيل الزهرة اللي هتبقى على الوش ديت اللي تبقى ماسكة الورق. أيوة. هنشيلها نخلص منها مش عايزينها. هيبقى عندنا الكعب. ماشي. لنا الحرية، يا إما نحشيه يا إما نقطعه سلايز ونعمله صلصة. طب ماشي كويس كده. بدل الزعفران اللي أنت حطيته، الزعفران غالي، ممكن أحط إيه بداله؟ بودر زعفران. زعفران بودر. زعفران بودر. زعفران بودر يا امي. طب البروكلي عشان لونه الاخضر الجميل ما يروحش، اعمله على البخار او اسقطه في ميه مغليه؟ ميه مغليه البروكلي، نحطه في ميه مغليه بشويه ملح عشان يبقى لونه اخضر. كويس. يا امي. طيب السمك المشوي بقى، انا في اخت قبل كده سالت، انا لما بيبقى عندي بيبقى فاضل سمكيه صغيره مش معقوله صحتها مكسوفه يعني، بخليها لتاني يوم. لا شحتيها هياخدوها منك. استنى بس. اشمعنى احطها على الرف وما احطهاش في الفريزر؟ لا ما تحطها في الثلاجه، ما تحطهاش في الفريزر. ممكن اقشر القشره اللي على الوش المشويه دي ارميها واخلي القلب بس. السمك السليم ابو حسك لا يفضل ان يتشال في الديب فريزر. ماشي يا امي، السمك السليم لا يفضل يتشال في الديب فريزر، يتشال السمك الفيليه،
حلو الكلام، وشحتيها وياخدوها منك، الناس مش لاقيه تاكل. عندنا العجينه زي الفل، هنفردها كده مع بعض بشويه دقيق اهوت زي الفل. انا عملت كذا واحده مع بعض عشان نوزع الحبايب. نعمين يا استاذه دينا. نعم. الله، شفت ازاي؟ ده من اشد المتابعين الحاجه زينب، ده حبيبتي دي، خلي بالك بتقول فيها اشعار. شايفين العجينه زي الفل اهيت؟ تمام. وسالت اسئله في غايه الاهميه بجد، بس هي بقى عشان الوقت فعايزه تعرف الاجابه بسرعه، ولكن انا خدام كل الساده المشاهدين، خلي بالكم والله العظيم احنا بنشتغل معاكم بحب، كل فريق عمل برنامج شيف ورص بيشتغل مع حضراتكم بحب، وبنيجي بدري ونحضر وكل ده عشان في الاخر نطلع بصوره جميله تعجب الساده المشاهدين في انحاء العالم، وده باين والحمد لله. ادي طبعا الحشوه، بحط رز بسمتي مع لحمه مفرومه مع بطاطس متقطعه كريهات. حلو الكلام. المره دي ما نسيتش احطش من الاستاذه برديز، بتقول لي فين البيض، ما حطيتش ليه يا شيف. المره دي انا كل مره بحط البيض على الوش اهي، المره دي البيضه هنا اهي. ليه؟ عارفين ليه بقى؟ عشان انزل لتحت والاقيها واكلها. اهو حلو الكلام. اهو ادي فايده ان انا العجينه دي بشيلها مش عايزها. تمام. واكبس عليها بايدي كده واقلب دي كده اهو. اوعى اوعى اهي زي الفل. ادي العجينه واحطها هنا عندي هنا الفرشه. صفار البيضه اللي حطيت له شويه بابريكا مع شويه ايه، ملح وشويه فلفل. حلو اهو. تمام. حابين تعملوه من غير بطاطس مفيش مشكله، ده كله تغيير عشان الاطفال على السفره ياكلوا، ويبقى كل واحده من دولت فيها العناصر الغذائيه اللي انا بدور عليها. مره نحط حبه البركه، مره نحط كمون سليم مفيش مشكله، عايزين نحط روزماري مش هيقول لا، عادي خالص. نفرد مع بعض كمان واحده اخيره كده بسرعه اهيت الرابعة. حلو الكلام. نفرتها اهيت. تمام. ادي العجينة. كل ما كانت العجينة رؤية دي بتفكرنا بالمنقوشة بالصفيحة اللي بتتعمل باللحم من المطبخ السوري او المطبخ الشامي. صفيحة باللحمة، صفيحة بالزعتر، صفيحة بالجبنة، او المنقوشة بالزعتر، منقوشة بالجبنة، وهكذا. اهو نفس الطريقة، هي العجينة نفس العجينة، خلوا بالكم. اهي ممكن بديل للعجينه ديت نجيب الخبز المرجوج اللي احنا عارفينه، او الخبز الشراك، او نجيب الخبز الشامي بتاعنا الكبير. هناخد الرقه واحده من الاثنين، ونفس الطريقه هنحط الخبزه هنا، الرقه بعد ما نبلها ميه كويس، ونحط الحشوه دي ونحط ونقفلها وندخل اللقمه في قلب الفرن. معانا نهى. ازيك يا نهى؟ اتصال. اهلا وسهلا. ازيك يا ست احمد؟ اهلا وسهلا يا ست الكل. انت عامل كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. طب الف سلام عليكي. الله يسلمك. ايه اخبارك يا سيدي احمد؟ نعمين. ممكن اسال عن طريق الكشري عشان بكون معموله بجد؟ عايزه الكشري. والدكه بتاعته. الو. والدقه بتاعته. والدكه بتاعته. حاضر. الشطه والتوميه والتوم الخلطه بتاعته. حاضر. ألف سلامة عليكي، إحنا نعمل الكشري ونجيبه لغاية عندك، إحنا وديناه أستراليا إمبارح. حاضر يا ست الكل. حطينا في الأول. أيوة. حلو الكلام؟ أهو زي الفل. أدي العجينة، تمام، نقلبها كده، هنية، أدي آخر واحدة أهيت. زي الفل، نحطها هنا كده. ناخد الصينية بتاعتنا كده زي الفل. دي بنتهنا برضو نفس الخلطة. شايفين الجو ده كده؟ اهو لازم الخلطه دي على فكره عشان العجينه تحمر معايا ويبقى طعمها حلو، لان ناكل العجينه قبل ما ناكل الحشوه، ده مهم جدا. الطعم من بين اصابع ايدك. درجه حراره الفرن عندي 150 180 سيان. المطلوب هنا اللحم والدجاج، اللحم والرز مستوي، البطاطس مستويه، كله تمام. انا عايز العجينه تستوي تبقى كريسبي جميله جدا، وحبه البركه والشماخه بتاعتها والريحه والبركه تجينا في بيتنا تبان مع العجينه بتاعتنا. هندخلها الفرن هنا. السؤال هنا في حاله فتح الفرن، تتحط الصينيه في ارضيه الفرن ولا في النص؟ فين؟ في ارضيه الفرن. دي مهمه جدا عشان طبعا العجينه تستوي معايا وتاخد الشكل البرونز الجميل زي الفل. نسمع كلام الكبير. والله يا كبير هنسمع كلامك علشان انت حامل وطن. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف مع بعض ايه الاوزي بالبيض وحبه البركه. معانا النهارده طبق سلطه شائق جدا، سلطه الخس بالزبادي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. الخير في بلدنا
بلدنا اهل الخير. الخس البلدي لقيته بالفعل لانه مش متواجد دايما دلوقتي. كنا زمان نلاقي العربيه عليها الخس البلدي ده ويلف الشارع، انا راجل فلاح كنت الاقي الخس البلدي ده بجد قلب الخصايه والخس اشم ريحته وانا واقف فين في اخر الدنيا. الخس البلدي ده هو افيد حاجه، مفيد للكبد، مفيد للجهاز الهضمي، مفيد للبشره السيدات والانسات والامهات بعد الولاده، مفيد جدا لاعاده البشره تاخد لونها وتبقى لون براق جميل جدا، مفيد جدا للاطفال في حاله النمو. الخس مفيد لتكوين العظام. لما نبحث عن الخس البلدي اللي هو طالع من ارضنا، الكابوتشا ليس لها اهميه بجد خالص، ما هي الا الياف بتنزل المعده، قيمه غذائيه مش مضمونه، ولكن الخس البلدي ده من الورقه ده يتعمل محشي جميل جدا. انا امي تعمله محشي، اوعى وشك بجد، شويه زبده ناكلهم من ايديها. الخس ده لما يتعمل محشي الورقه ديت تبقى جميله جدا، يتعمل كده نعمين طيب، يتعمل محشي يبقى زي الفل، احلى من ورق العنب بيتعمل حشوه باللحمه او يتعمل حشوه بالرز زي اليالنجي السوري اللي هو ورق العنب، يبقى جميل جدا. بناكله حتى اخر حاجه من جوه وقلب الخصايه بنزيد بالتبوله الله عليه، بس لازم يتغسل ويبقى كويس. تعالوا شوفوا مقادير سلطه الخس بالزبادي، حاجه بسيطه جدا ولكن الشيف المغازي هيعملها النهارده بتكنيك بسيط جدا. خس بلدي وبصل بلدي وزبادي بلدي وكمون وملح وفلفل. هقول المقادير تاني، بلدي ده ما فيش حاجه زبادي بلدي عشان ما حدش يقول انت بتعمل اعلان. زبادي بلدي يعني يتعمل من خير بلدنا اللي هو اللبن الرايب، وزبادي وخس وبصل وكمون وملح وفلفل. معانا نعناع يابس هنحط لها شويه نزين بيها طبق السلطه اللي هنعمله دلوقتي حالا. هقول المقادير تاني بسرعه والصوره تتحدث عن نفسها. خس بلدي وبصل اخضر المفضل ليا في الوجبه بتاعتي، البصل الاخضر ونعناع يابس للتقديم مع الزبادي، وفص توم ناعم هنحطه، وطالما هنستخدم توم يبقى لازم نعناع. مش هنحط توم، ممكن نحط نعناع، ولكن التوم وجوده مع النعناع مرتبط جدا. طيب السلطه دي هنعملها ازاي يا شيف؟ لنا الحريه، يا اما نفرمه ناعم يا اما نقطعه مكعبات كريهات زي ما احنا عايزين. اول حاجه الزبادي هنا بخلطه، بحطه هنا في البوله بتاعتنا دي كده اهوت، واحط شويه نعناع يابس كده عليه. نعناع اليابس ده جاي لي من مطروح هديه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. شويه ملح. ماجي، مدام ماجي ازيك؟ شويه فلفل. كيف احمد؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. تحيه لشعب مصر. تحيه لجمهوريه مصر العربيه. وتحيه للجيش المصري. وتحيه للسيد الرئيس، رئيس الوطن العربي كله. وبقول للسيد الرئيس كلمة. الله يبارك لك. اوعى تخاف معاك، بقول للرئيس كلمة يا شيف احمد. مش بيخاف غير من ربنا. اوعى تخاف معاك الشعب، رجع تاني لينا بيتنا. امين يا رب. في المليان حافظ دايما على كرامتنا. الله. بقول للرئيس السيسي احنا ما بنخافش، احنا وراك وعن طريق برنامجك بنقدم تعزينا للشعب المصري. الشعب المصري بيقول كلمته وقت اللزوم، وقت اللحظه، وده بيبان للعالم كله. ده كان في 30/7 والنهارده. اتفضلي يا ست الكل. خير مصر كتير. اموريني تحت امرك. الخص الجميل اللي انا شايفاه ده والمصور جايبه جميل جدا. الله يبارك. خص بلدي. الله يبارك. ده لما اجي اعمله محشي. يتعمل محشي. ولا اعمله من غير محشي؟ اعزميني عليه بقى لما تعمليه محشي. أسلوه. عشان انا باكله بليه. بيتسلي يا امي، امال ايه؟ زي الكرنب بالظبط. زي الكرنب، ميه مغليه بملح. تسلم ايديك يا شيف. الله يسلمك. تسلم ايديك. الله يسلمك. مع الف سلامه. اتفضلي يا حاجه، ربنا يديك الصحه يا رب. شايفين الزبادي اهوت مع نعناع يابس مع ملح. انا بقى حاجات شويه، انتوا عارفين بقى الشيف بيحب الايه؟ الاضافات، شويه بابريكا، شويه فلفل اسود. ليه؟ عشان يبقى الاكله كده ايه؟ سبايس شويه، والواحد ياكل معلقه واثنين وثلاثه واربعه. معانا اتصال يا الفرن. حاضر يا استاذه دينا، الله يبارك لك. بتقول لي الاوز في الفرن يا شيف. الله، اوعى وشك، اوعى وشك، جيت في وقتك يا حبيبي. خلونا نطلعها من الفرن، الاوز الجميل الحلو. الله، شايفين الجو ده كده؟ حبه البركه وصفار البيضه هنا يا استاذه. تمام اهو، تمام. انا هسيبه يبرد شويه عشان نغرفه هنا في الطبق ده كده.
الله اوعى وشك بس يبرد لان دي ما ينفعش تغرفها غير لما يبرد شوي. تعال نفرم الخس مع بعض. هذا الخس بتاعنا اهو زي الفل. يبقى احنا قلنا الخس يتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع، سجلوها ديت. الخس يتغسل قبل التقطيع، البقدونس التبولة يتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع، الكزبرة الخضرة تتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع عشان لما نعملها طشة للملوخية او للبامية. معانا مدام سحر ازاي؟ ايوه يا شيف احمد، اهلا وسهلا. ازيك؟ الحمد لله رب العالمين. انا عايزه اشكر جميع القائمين على البرنامج والمعد والمخرج وكله. الله يبارك لك. وبعدين عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي. قبل ما انسى، ماما امي انا اللي اتصلت من شويه عشان تعرف هي محبتها قد ايه لو وراها مشوار ولا مع الدكتور ولا اي حد جاي لها تقول لهم لا، من 3 لـ4 مش عايزه حد يكلمني ولا ورايا مساوير. تلحق تتفرج وتكتب كل اللي انت بتعمله. يعني هي بتعمل مشاورها بعد ميعاد البرنامج. بعد الميعاد عشان تلحق طبعا. امال ايه؟ والله ده لنا الشرف. حتى في استراليا صدر بيا السيد عبد الله خضر بيقول لي بننام بعد البرنامج بيخلص بنحلب معاك. بص لدرجه اي اكله بتعملها ولو كانت مصريه بالذات قال لي بنحلب ونروح على مصر. شوف الراجل على فكره ما هوش مصري ده، هو عراقي وكردي. الميعاد تتفرج عليه الساعه 4 الصبح. الله يبارك لك. الساعه 4 الاعاده. وبعد يعني تتفرج على الحلقه بتاعتك وبعدين تصلي الفجر وبعدين تنام. الله. شفت بقى؟ طيب ده انا يعني البرنامج بتاعك بيخليها تصلي الفجر حاضر. الله يبارك لك. لو سمحت لي سؤال بس. انا خدامك اموريني. احسن احسن ميعاد نشتري فيه الخرشوف. احسن ميعاد. يعني اللي هو الموسم بتاعه. سؤال فعلا. بص الخرشوف من الفواكه بتاعه. الخرشوف من الفواكه الموسميه اللي بيجي في الشتاء دايما في موسم. أيوة. هو موجود دلوقتي بكثره. وهو غير كده يا مدام بيبقى موجود في السوبر ماركت اكياس، ولكن خلينا بقدر الامكان نستفيد بالخضروات الموسميه. يعني البصل الاخضر موسمه، شايفاه في دي حلو ازاي؟ الخس البلدي الموسم بتاعه. كل ما كنا بناخد الخضروات في موسمها كل ما بيكون احسن طبعا، وده طبعا يعني مبني على حاجات كتيره. الخضار بيبقى جميل جدا وطازه وفريش والبلدي يوكل. حلو الكلام اهوت. معانا قد ايه؟ معانا 5. حلو. طيب ماشي، هننزل هنا الخس البصل الاخضر اهوت. شفتوا البصل الاخضر ده احنا بناكله في الوجبه بتاعتنا. انا النهارده عملته مع الزبادي، هقلب ده كله مع بعضه زي الفل. تمام اهوت، هقلب ده كله كده في معلقه. الله الله الله، حلو الكلام. هجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت كده اهو، وانا بقلب كده. خلي بالكم هي هتهبط لوحديها، خلي بالكم وجود الزبادي لانه في حمضيات، الحمضيات بتخلي الخضار يهبط لوحده زي لما بنحطه في ميه سخنه كده بتلاقوه يهبط على طول. خلي بالكم اهو، الصلصه دي حلوه على فكره، من الحاجات الحلوه. بس زي التبوله واحلى كمان اهوت. الله بجد انا لو قاعد قدام الطبق السلطه ده هاكله كله، دول انا مش عايزهم خالص. حلو الكلام. تعالوا نغرفها مع بعض بسرعه كده عشان وقتنا خلص. بس انا هغرفها النهارده زي التبوله، زي التبوله بجد جاي على بالي اغرفها زي التبوله، هغرفها في الطبق ده كده. حلو الكلام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الخس البلدي التاني برضو اهوت، مش احنا قلنا بنعمله زي التبوله اهوت. ونجيب كده الخس ده كده اهو، ده انا ما صدقت لقيته والله فرحت جدا اهو. تمام زي الفل. واخد الخس ده كده بعد ما انا فرمته انزل بهنا كده اهو. وغيرنا اسلوب تقديمنا للخس، اذا احنا بناكله ني على السفره بتاعتنا بالعكس، وجود ودي وجبه عشاء ملهاش حل وتناسب الطبق اللي انا عامله دلوقتي على فكره، اللي هو الاوز اللي انا عامله دلوقتي. الله شفته؟ دي خصايه مع بصل اخضر. تسلم ايدك يا ابو الشيف. حلو قوي. الله تعالي. ادي طبق سلطه ملوش حل، بسيط جدا وسهل ومش مكلف خالص. نضف كده علشان نغرف الاوز بتاعنا عشان وقتنا خلص. شفتوا الحلقة البسيطة النهاردة والسهلة، ووجبة متكاملة نقدر نعملها على السفرة النهاردة
بطريقة سهلة جدا. بقدمها كده عندي نعناع اليابس فين يا ابو الشيف؟ شوية نعناع يابس اهوت زي الفل. ممكن احط فص التوب لو احنا عايزين اذا انتوا حابين مفيش مشكلة. الله على الاوزي، الله اهو الاوزي اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم زي الفل يا ابو الشيف. ناخد دي كده نقطعها نصين بسرعة. الله الله الله، موضوع بسيط جدا وسهل. حلو السكينة كده نشوف الدنيا عامل ايه جوه. اوه الله عليك يا ابو الشيف، الله عليك، هو ده الكلام. حلو تمام. عملنا الاوز النهارده من المطبخ الشامي او من المطبخ العربي، هي مشهوره جدا في الدول العربيه واكله بسيطه جدا وسهله. واحنا شرحنا قصه الاوزي اللي هو الخروف الصغير، بيتعمل ويتحط على وش الرز ويتغطيه بعجينه كبيره، والعجينه دي يتحط عليها بياض بيض بصفار بيض، خمس ست بيضات كده طبعا بالحجم الكبير، ويتلم عليها الاسره، والكبير هو طبعا اللي يفتتح القعده زي ما الكبير بتاعنا النهارده كده عمل ايه. مش عارفين العالم كله، اثبتنا للعالم كله مصر مين هي، وقت اللزوم، وقت الشده، وقت الموقف. عايز اقول لحضراتكم المطبخ بجد مع الشيف المغازي رؤيه وابداع وفن حصريا على نايل لايف.